ده ما كانتش غير موفقه النهارده، واتمنى ان احنا ان شاء الله يعني نعوض في الماتشات الجايه ان شاء الله. كابتن ابو تريكه هيقول للجمهور ايه بعد ماتش النهارده؟ يعني ان شاء الله بقول لهم ان شاء الله اطمئنوا، ان شاء الله هيبقى موجودين في كاس الامم ان شاء الله الجايه ان شاء الله. لسه الاماني ممكنه كابتن ابو تريكه؟ طبعا ان شاء الله طبعا. لا 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 مش في الدفاع، في تضييع الفرص اللي كان موجوده. يعني وارد جدا ان انت بتهاجم كل خطوطك، وارد يبقى في سهرات عندك، ولكن احنا ما استغلناش الفرص بشكل جيد جدا اللي اتيحت في الشوط الثاني او في اخر الشوط الاولاني. وكان في اكتر من لعيب. لا بقول لك وارد جدا انت بتهاجم كل خطوطك يبقى في سهرات موجوده، ولكن زي ما قلت النهارده يمكن ضيعنا فرص كتير، في اكتر من لعيب مش في مستواه، برضه كان مستواه قليل شويه النهارده، كان في بطء عندنا في الصناعه، هم قدروا يستحوذوا على وسط الملعب بشكل جيد. ومعلش نعوض ان شاء الله. هي نتيجه غير مرضيه، يعني هي فرق بينا فريق كان مجهول الهويه بالنسبه لنا، شفنا ان فريق محترم بس في حاجات في الملعب كتير ما سبعتناش، ربنا يكرمنا في التصفيات اللي جايه. بعد كده اهتزاز خط الدفاع بشكل واضح، يمكن ما فيش انسجام بين خطوط الفريق النهارده. دي اول مباراه رسميه وان شاء الله الفتره اللي جايه في تحسن الاداء احسن من كده. يعني كابتن احمد دايما ضربه البدايه مع المنتخب المصري بتبقى صعبه الى حد كبير، ليه ليه دايما؟ هي التصفيات، انت عارف ده اول ماتش احنا من 2020 10 في ماتش بتاعت انجولا ما لعبناش غير ماتش انجلترا وماتش كونغو، وده اول ماتش، يعني ان شاء الله يكون في تحسن الفتره الجايه، وانت عارف ان التصفيات دايما كده بتبقى متعسره معانا.